مرحبا بكم مرة أخرى في الماتينال. تشوفوا في ليزافيش الخاصين بليبرتا فواياج للناس اللي تحب تمشي تعمل شو نقول عمرة باش تمشي تعمل فواياج لتركيا. فما باك تقسيم، فما باك تقسيم فيه زوز رحلات، رحلة من 16 ل 22 ديسمبر ومن 22 ديسمبر نهار 28 ديسمبر. زوز رحلات هذم فيهم الفول، فيهم ترانسفير، فيهم أوتيل 4 إتوال، معاها دو إكسكيورسيون غراتويت من عند ليبرتا فواياج. السعر هو 1,790 دينار. أكثر معلومات تتصلوا بال 71 90 56 56 ولا ال 20 782 782 وإلا 29 400 957 وإلا ما ننساوش لو سيت ويب نتاع ليبرتا فواياج. تدخلوا جوجل تحطوا لو سيت ويب، تكتبوا ليبرتا فواياج يخرج لكم لو سيت، تلقاو فيه لي دوني الكل، تلقاو لي بوبليكاسيون الكل، تلقاو زاد كيف لي ديستيناسيون الكل، خاطر فما بوكو دوطخ ديستيناسيون أبار اللي حكينا عليهم، كيف الباج فيسبوك نتاع ليبرتا فواياج، تلقاو فيها لي بوبليكاسيون الاسواب، لي دات نتاع الرحلات وكل ما يهمكم من معلومات تخص الرحلات نتاع ليبرتا فواياج. ميرسي بوكو البنات، وما تنساوش كو افيك مونسيو كاليتي فما كان دي بون كاليتي، وفما رحلات زادا دو اوت كاليتي اللي هي الهند وشرم الشيخ والقاهره وهولي تايلاند. دونك صحه لكم الناس اللي باش تطلب تويكا ليبرتا فواياج وتريزيرفي تمشي تعدي عندك بهم لي فاكونس هذول مازال دو سمان، علاش لان تزوج صغيرات وتمشيو تعملوا فواياج به، خاصة انه ليبرتا فواياج يظهر لي تنجم تعمل لكم تقسيط للرحلات نتاعكم. احنا تويكا باش نحكيو على ليزيسباس البنات، تقول لي واحنا به في بالي. صغيرات انت، صغيرات هذوما لي شنو الصغيرات والكبيرات باش نحكيو تويكا مع مدام ايمان زليتني اللي هي مهندسة ديكور داخلي على الاماكن الضيقة، كيفاش نجموا نستغلوهم وكيفاش نجموا يكونوا بيان ديكوري. صباح الخير. صباح الخير. شنو احوالك؟ الحمد لله. الحمد لله. كلي مسيح اللي كنت نحكي فيه توا. وي تو تافي، باش نحكيو في ان سوجي داكتواليتي اللي هو لي زيسباس ريدوي، الاماكن الضيقه كما قلت انت، على خاطر تاو دو بلوز ان بلوز لي زابارتمون صغار لو متر كاري غلي، دوكو معناها قد ما يصغر فوالا قد ما تصغر تدفع اكثر ديجا حاجه فوالا. دونك يفو تروفي دي استوس، فما بوكو دو مويان باش نجمو نربحو الاسباس فوالا. باش نحكيو على الموضوع هذا مدام ايمان نزلتني من قبل، نرجع بعدها لشاف. مرحبا بك فاطمه، مرحبا بكم مشاهدينا، رجعنا نكملوا مع بعضنا في الكوجينه. الشيف فتحيه الشواشي قاعده تحضر في هالبسكوي رولي، دونك تقول هي قنوطات. وين وصلنا؟ باهي، خذيت البسكوي نتاعي، اول حاجه خذيت المعجون الفريز، بيسكو معجون الفريز سوفون يبدا ليكيد شويه. زدت نوات كوكو ولا لوز، اللوز حبيت نحطه من برا، لكن نوات كوكو هو اللي خلطت معاه معجون الفريز نتاعي باش يعطي نكهه نوات كوكو. نوات كوكو راهو نوا زوزه واللوز فاكهه كيف معناها، لو ميلونج معاهم والفريز يعطي شويه اسيديتي، يطلع بنين برشا. هذاك علاش انا نحب لو ميلونج هذايا بين الاسيديتي والحلاوه بتاع نوات كوكو. الوغ نحل هنايا، قسمت العجينه نتاعي قد نحلها ورقه كما تشوفوا فيها سوغ ان بلون ترافاي، والا اذا كان ما عندكمش بلون ترافاي ارطب نجموا تحلوها فوق الكاغذ نتاع الكويسون كيف نفس الفاعليه. نجي ناخذ من الخليط نتاعي هذا، نهز وندهن في وسط العجينه نتاعي بالقدا، معناها نعمل اون كوش في خش برسك، اجود شويه من العجينه ما يلزمها تكون قيمتها كبيره باش نجموا تلقاو المطعم نتاع الفاخس هذايا، مش تاكلوا في الباتا بيسكوي بركه. هنا ندهنها بالقدا بالقدا كما تشوفوا، لكن في الاخر ما نوصلش على الاخر بالكل، ما نوصلش للحرف الاخراني، نخلي الداير وكل الفوق نجم نوصل، مي اللوطه ولا جناب ما نوصلش على الاخر باش نخلي فضاء للتطيب. نجي هوني ونهز بالسياسة ونبدا نعملها فتله كيما تشوفوا فيها هكايا، نجبدها ليا انا بشويه بشويه، تشوفوها كيفاش طاوع في الجبدين، نسكر لها اجنابها ونهزها ونحطها، نغطسها شويه في اللوز ونهزها من اللوز ونحطها في الطبق باش تمشي الكوشه سخونه درجه 200 دوغري. الوغ نعاود لكم واحده اخرى فيسع تشوفوها كيفاش نحلها بسهوله تامه. نجي ونحلها هكايا ورقه
مبسوطه معناها خشنها بريسك 3 مليمتر ما اجودش باش تلقى شويه بسكوي طيبو وتعطي تقرمشه. هو بطبيعته بسكوي فيه فارينا سبيسيال جاتو ورده بطبيعته باش ينفذ شويه خاطر الفارينا سبيسيال جاتو عندها خاصيه تهوي الجاتو نتاعنا، وهذاك علاش انا نستعملها في لي بسكوي هذوما في الحاجات هذوما تخفف لي الخليط نتاعي. تشوفوا حتى الفغاز فيه شويه كعب وشويه معناها كم هو فغاز معمول في الدار ماهوش مشري، هو حتى ساعات طاقة انواع مشريه. ما انا مشكلتي مع السكر كم المعجون هذا ما فيهش ياسر سكر، وزدته انا نوات كوكو ونوات كوكو ما فيهش سكر، معناها ليكيليبغ نتاع السكر باش يكون خارق للعاده في البسكوي هذا اللي معناها طلبوه المتفرجين منهم. صافي نهز البسكوي نتاعي بالسياسه نحطه في اللوز بالسياسه نزل عليه نزله خفيفه ونحطه في الطبق ونكمل حتى لين يفوا الكعب الكل نرمي في الكوشه ان فوا الطبق تعب. هذاك باي صافي احنا انا نبهت عليك قبيله، انا نبهت عليكم ان انظر فقط اعذر تحط يدك في الجاتو هذاك انا فاهم هذاك باي صافي صح. في الشيف فتحيه اش قالت لها المتفرجين منهم صافي معناتها صافي متفرجه لاني الاقتراح كان تقعد ما تشوش منا لاخر الحصه تاكل هيك البسكوي الكل. اكبر فاغ لها هي اكبر فاغ لها هي. حاضر الله يبارك. حاضر حاضر خليهم مجموعه خاطر سيد نتش في شعره ناكد لك. صحيح استاذ المشاهدين دونك بعد ما شفنا البسكوي هذايا كيفاش نحضروه بطريقه سهله برشا كيف ما قلت المكونات مش معقده. اللوز نجم نبدلوه بحاجه اخرى شجلان حاجه نجم نبدل باللي تحب. المهم حويجه مش غاليه. المهم حويجه حطيت نوت كوكو في وسط بقيت فركس على الفقر انت يا زينه ايوب راس عامره. اي والله لي بريم تصبوا الشهر يتصبوا كل شيء في العنبر. يا سيدي ياك كيما قلت انت شويه مش شهريه ونعملوا بسكوي حلو. انا باش نخلي الكلمه لاختنا فاتن الحصيري تحكي لنا على هالسليطه وين وصلنا فيها بعد ما شوينا الخضره. خذيت انا البتنجيل خذيت القرع الاخضر خذيناه مع بعضنا شويناه فوحناه قلنا بشويه زيت زيتونه زيان شويه فلفل زينه وشويه ثوم مع بعضهم من بعد بالبانسو وحطيناهم على وجههم هكا وشويناهم من بعد هذا شنو في الفور اكيد توا باش نسلطوا المقرونه. اليوم اخترت المقرونه ورده فرفالي نيميرو 1 كيما ينجموا يعملوا ليسكارغو نيميرو 1 ميني باني الانواع ثم عنده جام فوالا اون لارج جام معناها تاع بات هذوما الميني اللي يجيو في السلطة. الوغ توا باش نحط نص نص المقرونه ومن بعد نوريهم كيفاش باش نخلطها كيفاش باش نفوحها ونخلطها. يعطيك الصحة اختنا فاتن. يعيشك. سامحونا السادة المشاهدين شددنا. بسم الله عليك شرقت. دونك هذه السليطة نتاعنا بعد ما نطيبوا المقرونة خليوها تبرد أكيد باش نخلطوها مع مجموع الخضار تنشوفوا كيفاش باش نفوحها اختنا فاتن الحصيري. ما تفلتوش لي ديتاي هذوما باش نجحوا هالوصفات المزيانة اللي نقدموها لكم احنا شوية ونرجعوا لكم ما تبعدوش بعيد. ميرسي لي شيف. الوغ نرجعو نحكيو تويكا يا صافي ما عادش تخليك مشاهده دونك نرجعو نحكيو على الديكور الضيق كيفاش نجمو نستغلوه مع مهندسة الديكور الداخلي ايمان زليتني. دونك كيفاش نجمو نستغلوا البلاصه صغيره هكا؟ اون فيت هو فما باش نحكيو على تخوا فولي. اول حاجه كيفاش الاسباس يولي يظهر اكبر من اللي هو اون فيت. احنا اون بو افيك دي استوس اغرونديغ لسباس مثلا. باهي مثلا اون فا لاغرونديغ فيزويلمون معناها مش فوالا بدينا نجمو نحطو دي ميغوار في الفون هكا نتاع لسباس نتاعنا نجمو باهي لي كولور يلزم يكونوا فاتحين بريفيرونس يكونوا دي كولور كلير بلون بيج غري كلير ولا لي كولور باستيل نبعدو على لي كولور شود. دونك نستعملوا بلوتو لي كولور فخوا كيما لو بلو سيال اي ديريفي فوالا نفتحوا لو ماكسيموم نحطوا دي ميغوار باش كوم سا يبدا عندنا اون كونتينيتي معناها نحسو اكبر وك هو هذاك هو نجمو نعملوا دي بوستير افيك دي زيفي دو بيرسبكتيف فوالا دو بابي بان ولا بوستير افيك ان ايفي دو بيرسبكتيف دو جانجل بحر بو امبورت معناها مي مي فوالا انت والتيم وانت ولا لو ديكوراسيون بيان سور اللي باش تخدمها. دونك هذايا ليفي فيزويل داكوردو سينو بور لي موبل دو بريفيرونس ناخذو دي موبل خفاف ديجا بور كومونسي يبداو لي بيتمون تاعهم فينو
ما يبداوش انكومبرون كيما باغ اكزومبل لو ستيل سكانديناف اللي هما دي بيي هكا اون بوا خفيف. سينون عندنا تو سكي موبل ملتي فونكسيونيل هذوما جبناهم فما برشا تصاور تعدي وكل كي اكسبليك بيان حكايه الملتي فونكسيون تاع لي موبل باغ اكزومبل اون تابل باس نحطها في الصاله اللي هي بيدها معناها موديولابل تولي لي اون سالا مونجي نهزها واللي من داخل نجم زاده نخبي فيها حاجات. يلزمو زاده يكون بيان اكليغي زاده الاسباس نتاعنا لو ماكسيموم دو فونيتر بوسيبل. لي ريدو زاده ما يلزمهمش يكونوا انكومبرون داكوردو دو بريفيرونس نستعملو فوالاج ولا لي ستور باتو. سينو باش نحكيو برشا هوني على لي موبل نعطيو دي زيكزامبل باغ اكزومبل فما لي تو سكي كانابي لي اللي هو لو كليك كلاك اللي هو لو كلاسيك اللي معروف معناها يتحل اذا يجيونا دي زانفيتي يولي عندي معناها وين نبيتهم. عندنا دونك لا تابل باس حكينا عليها التيت دو لي زاد نجم نستغلو هو بيدو نحط فيه دي رونجمون معناها يبدا تيت دو لي بيبليوتيك ولا تيت دو لي على جنب هكا نستغلو داكوردو نجم حتى انا في الفرش نتاعي سورتو في لي شامبر دونفون نخدم في الحيط هذاك افيك دي موبل دو رونجمون اون فيت يفو بونسي فيرتيكالمون بيسكو انا في السيرفاس معناها جو سوي ليميتي اون متر كاري دونك نولي نخمم في الحيوط جي في اميناجي لي باروا دونك نجم نستعمل زاد دي اكسسوار يتعلقوا دي اكسسوار نحطوا فيهم ناش باغ اكزومبل حتى لي بورت شوسور فما اللي يتعلقوا نجمو نحطوا نجمو زادا نستعملوا فوق فوق فوالا فوق البيبان فوق لي بورت نجمو زادا نحطوا دي زيتاجير. هوني عندنا لي زيسكالي زادا نجمو نستغلهم هما بيدهم هوني قجورات الكونتر مارش ولا تقجر وانديبوندامون من القجورات اللي في لي زيسكالي تحت لي زيسكالي ديما سي ان اسباس بيردو اللي جينيرالمون يبدا كيكا مهمل مور ومش حلو دونك هذاك نستغلوه كيلك سوا لي سباس ريدوي ولا لا نجمو نستغلوه بالكدا وبيان نعملو فيه دي زيتاجير فان دي زيتاجير معناها دي زارموار والا نجم رونجمون ولا نجم نعمل كاريمون تحتو ان بيرو على خاطر غاديكا مانيش باش نجم ناقف دونك نعمل تحتو طاوله نستغلو لي سباس هذاك زاده نستغلو. شنو اخر هوني نجمو نحكيو على لي موبل اللي كونابيل ماتريوشكا، ماتريوشكا هي البوبي هذايا البوبي روس، حاجة في وسط حاجة في وسط حاجة، دونك هنايا نجمو نلقاو لاميناجمون اون ميزانين، اون ميزانين معناها نجي اون بارتي نعملها سور الفي نحط فيها هي الفرش نتاعي، لا بارتي معناها نوي، والبارتي الأخرى نولي نستغلها تحتك الفرش هذاك الكل جو في لوتيليزي اون تونك رونجمون ولا بيرو منه يتجبد ويرجع. في بارابور زاد لي موبل ماتريوشكا عندنا لي تابل دابوان، لي تابل دابوان يدخلوا في وسط بعضهم. عندنا زادا لي تابل جيغوني شنو هو اخر؟ اللي فيهم لي بوف زادا هكا لي بوف نحطوا لي كات بوف ومن بعد كي جونا اكثر عباد نجموا وي تبدا اون تابل وفيها لي كات بوف باغ اكزومبل والا كي يبدا سقف عالي باغ اكزومبل تبدا سالون ويعمل لك كيما هكا مثلا يحط فيها حاجه اخرى الفوق مثلا لي ولا فوالا اكزاكتومون هذاك علاش نقول لكم يفو بونسي على فيرتيكاليتي حتى في لي كويزين لي موبل لازمهم يوصلوا للسقف نخرجوا هوني من النورم ما عادش يوفيو 2.20 متر باسكو انا جو سوي ليميتي دونك نكمل نوصل حتى كشي للسقف بيان سور باش يبدا عندي ان اسكابو ولا اون تيت ايشيل اللي باش نجم نستغلها وهما بيدهم لي زيتاجير هذوكم فما دي اكسسوار اللي انت كي تعلقهم تعلق فيهم الكيسين مثلا فما دي اكسسوار اللي يتعلقوا بيان سور فوق لو بلان دو ترافاي هوني باغ اكزومبل ما عنديش ان اسباس وين باش نحط بوغ لي غوتوار نتاعي دونك هاكا نعلقوا دونك يفو توجور بونسي ا سوسبوندر لي اكسسوار اي لي زيليمون معناتها احنا نقولوا الاثاث الذكي معناها اللي هو يهز اكثر من حاجه اكثر من حاجتين حتى فوالا لو موبل انتيليجون الوغ يفو يوتيليزي زاد تو لي كوان حتى كان عندي ان انجل نستعمله هو الانجل هذاك نجم نحط فيه هكا ان تي بيرو لوليداتنا مثلا شنو اخر اون بو زاد ميم سسبوندر في الفو بلافون
هذايا هاكا لو موبل هاكا تخوالي ولا هو فرش بركه وكي تجبد يولي تخوالي. لي زيتاجير زيدا نجمو نحطو بارتو. حتى الشبيك هاكا عملتو كيما جون بيبليوتيك تحس حاطين فيه لي ليفر. لو روتور نتاع لا فونيتر عملتو جونغ بيبليوتيك معناتها. وي 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 زيد حاجة أخرى باغ إكزومبل التابل دو نوي مش لازم نعمل تابل دو نوي هو جينيرالمون تلقى أنا ما نستعملهمش ياسر فريمون لي تابل دو نوي دونك نجم أنا تابل دو نوي نتاعي جو بونس أميتر دي بوف ولا أن تابوغي اللي يتحل ونستعملو ديجا باش نحط فيه وكي يجوني دي زانفيتي لي دو هذوك نجبدهم أنا نستعملهم في الصالون. معناتها لازم نستغلوا لو ماكسيموم من لازم نستغلوا لو ماكسيموم ليسباس ونخموا ديما على لا فيرتيكاليتي وبوغ اغروندير نستعملوا لي ميروار نعملوا لي زيفي دو بروفوندور و افيك دي كولور ديما كلير ما فيها بس زاد على فيجيتاسيون ديما باهي مش حابه شويه نباتات فوالا شويه نباتات فوالا جيسبيغ عاونتكم يعطيك الصحه على الاستيكلاج الاكلاج زاد سي تري امبورتون ديما باش يكون ان بون اكلاج سورتو في لي زون فونكسيونيل وكل باش ديما نحطوا دي سسبونسيون اون اكلاج تري تري بيان ليسباس. ميرسي بوكو يعيشك مهندسه ديكور داخلي ايمان ازليتني ان شاء الله عطاتكم لي استيوس اللي انتم حاجتكم بهم الكل توا نمشيو لي استيوس الخاصين بالكوجينا. مرحبا فاطمه مرحبا بكم مشاهدينا. دونك احنا بعد ما حطينا البسكوي اللي حضرته شيف فتحيه يطيب في الكوشه المثاومه نتاعنا اللي بالكرشه قاعده تحضر معها في اخر الكويسون قلنا باش نزيدوا زدت البصل صحيح خاطر يحب الوقت باش يطيب قبل الطماطم والفلفل دونك تسهم فيهم شرو بعد ما طاب البصل والكرشه كل شيء كل شيء طاب تو باش نرمي الثوم اون لامي اللي قلت لكم زيدوا في الاخر وباش نزيد البصل اللي يلزمو يقعد حي فيها هذا مش كيما الاولاني خاطر الاولاني مش يطيب ياسر يلزموش يطيب ياسر دوب ما هكا يهز الغلوه نستناو كمام دريج هكاك البصل ومن بعد نزيدوا بعد ما يغلي شويه البصل نرميو الفلفل والطماطم هذوما اللي باش يقعدوا حيين وقبل ما نطفيو باش نحطوا مغرفه خل على خاطر المثاومه بنتها خل باهي برشا والخل ديما نقولوا نحيك الرايحه الزفرة دونك تولي فيها نكهه بنينه اكيد هذا طبق من الاطباق الزمنيه التونسيه حبينا نبارتاجيوها معاكم نتقاسموا معاكم المعلومات اللي تفيدنا فيه دونك ان شاء الله اكيد عجبتكم الوصفه ونعرف اللي برشا جهات ما يعملوهاش هاوكا جربوها وهذه طريقه توظفوا بها الكرشه في الدار. انا نحب نعاود نذكر الساده المشاهدين ونقول لكم راهو زيان عامله بروموسيون مزيانه برشا اللي هي ب 7500 لتر للزيت الزيتونه البيولوجي زيت الزيتونه اللي معصور على البارد كيف ما قلنا ب 7500 اكاهو تلقاهم في لي بوان فونت اللي يتباع فيهم زيت زيتونه زيان بما فيهم بنيغلان النصر قلنا واللي يحب في جرجيس زاده يلقى في المعصره نتاع الميلادي اللي يحب يستنى شويه معنا ان شاء الله باش يجيو يكونوا حاضرين يعطيونا نوامرهم جماعه زيت زيتونه زيان وسوسيتي الشمالي نوامر هذوما باش نتصلوا بهم ينجموا يبعثوا لنا الزيت نتاعنا لديارنا في ديكولي والا نجموا ناخذوا منهم لي بوان فونت الاخرين وين موجودين دونك زيت زيتونه زيان ب 7500 أكاهو. أنا نقول لكم تابعونا ديما تلقاو جديد في كوجينة الماتينال بعد شوية نرجع مع بعضنا نشوفوا الأطباق مع الشيف فتحية وقتنا فات العصاري وين وصلوا. ميرسي للشيف احنا تويك باش نحكيو تجميل البنات باش نحكيو على فلور اكسير البرودوي هذا اللي برشا من الناس بعثونا عليها ميساجات يحبوا يتعرفوا عليه اكثر هذاك علاش معنا فاطمه سوير اللي هي المديره نتاع المشروع هذا. بونجور فاطمه. عسلامة شحوالك؟ لاباس الحمد لله عايشة. انت الوحيده ما قيدتش اسمك ديجا كيما اسم مبدل شويه حروف وبرا تحب تعطي البروجي مش مشكله مرحبا تاخذ اوكي دني البروجي اللي هو الفلور اكسير هذا نزيدو نحكيو عليه ونعرفوا به للناس. هو فلور اكسير هو سوسيتي نتاع اكستراكسيون دي زويل ليسونسيل اي لويل فيجيتال وفالوريزاسيون نتاع الزيوت في لي برودوي كوزميتيك ناتوريل اي بيو. لي برودوي نتاعنا سيرتيفي او ميم طون اسيوري. ومتحصلين على مايور ايدي دو بروجي في 2018 وعلى احسن مشروع موجود في 2017. دونك نخدموا ديما على لينوفاسيون. جيت تو باش نحكي بالباك بما ان المره فاتت حكيت كل برودوي شنو هو لي زيفي نتاعو المره هذا اخترت باش نحكي على الباك نتاع اونتي اج اللي هي متكونه من صابون ديما خاطر قبل نعملوا اي سوان لازمنا نغسلوا بالصابون والصابون هذا عاملين فيه انوفاسيون الصابون هذا نتاع القهوه
مصنوع على الباز نتاعو زيت الزيتونه والقهوه اونتي اج ويعمل لي في غوماج اكسيلون بور لا بو او ميم طون يحسن في التكستور نتاع البو الجلده باهي دونك وفيها زاد الباك هذه نلقاو زيت قلوب الهندي زيت قلوب الهندي معروف احسن حاجه نتاع التجاعيد معناتها باغ اكسيلونس معناتها سون ديسكسيون هذه حتى في العالم معروف اغلى زيت في العالم بما انه الروندمون نتاعو ياسر ضعيف والهندي نتاعنا بيو شكل فراق قداش كبرى الوحده مثل ما غالي برشا لي بري عندنا معناتها نجم اي تونسي يشري معناتها راهو ما تنكيت معناتها على الاخر معناتها رخاص على الاخر ريت حتى الباك هذه نتاع اونتي اج ما تفوتش 100 دينار ميم با فيها صابون قلنا وفيها زيت صابون وزيت وفيها زيت قلوب القهوه اللي هو هذا زيت دو غران دو كافي اللي هو هذه لينوفاسيون اللي نخدموها نحن وبروفيتي في لينوربي ريش اون انتي اوكسيدون او ميم طون اون فيتامين او باهي للتجاعيد بصفه غريبه ينحي زاد لي تاش برون وينحي لي سيرن او ميم طون دونك وزيد نلقوا فيها الكريم هذه الكريم هذه زاده انوفاسيون فيها سبيرولين فيها لويل دو كافي فيها لالوي فيرا وفيها البيبان دو فيك دو بارباري وبرشا ميلونج نتاع دي زويل دونك هذه زاده نستعملوها كريم دو نوي نستعملوها في الليل باش نوريك الباك دابوزه كيما هكا نستعملوها في الليل قبل لا نرقدوا دونك وزيد نلقوا في الباك هذايا اونتي اج نلقوا القوماج هذايا القوماج هذايا الباز نتاعو ها باش نوري الباز نتاعو قهوه وعسل ولا لوي فيغا ينحي يستيمولي الكولاجين في البو معناتها يعطيك الصحه او ميم طون معناتها ينحي لي تاش برون اكليرسيسون ينحي لي سيلول مورت ينظف لك وجهك بالكدا بالكدا معناتها يعطيك ان كو ديكلا تحفونا برشا دونك الباك هذيك كما قلت لك ما تفوتش ل 100 دينار معناتها فها نقدر نقدم من ارتيكل فهمتني زيد اخترت اليوم باش نحكي على باك الشعر باك الشعر في الباك نتاع الشعر نلقاو عندنا باندويل هذايا نستعملوه قبل الدوش فيه زيت الكتان الويل دو لان اللي معروف معناتها يعمل اللي فيه كيراتين ناتوريل يرطب الشعره وفيه زيد خاطر هو لو شو دو شوفو فيه الويل اسونسييل دو رومارين اللي يستيمولي سيركولاسيون دو سون دون لو كوير شوفولو معناتها يحسن فروة الراس و او ميم طون فيه زيت الجلجلان اللي طول ثلاثه الزيوت هذوما مع بعضهم يعطوا افي طيارة على الاخر يعاودوا يحيوا الشعره او ميم طون باهي حتى التاخير الشيب معناتها يخلي الشيب ما يطلعش على بكري او ميم طون يجدد لك الشعره يخليها جون ديما شعره متجدده وحيه معناتها وتطول ونلقاو زاد هذا لويل دو رومارين لويل ليسونسييل ديما ننصح به خاطر هو طياره ياسر لي شو دو شوفو ديما ننصح به يستعملوه في لي شامبوان نتاعهم لي شامبوان دو بريفيرونس لي سون يكونوا سون سلفات سون بارابين فهمتني يحطوا منا معناتها نكتين هي ديما بروبورسيون تكون 2% من ميلونج توتال معناتها يلقى 400 مليليتر ولا قداش كبر الدبوزه ويحط معناتها 2% من ابوبري عندك ميزانك معناتها كما نقولوا ربع الدبوزه معناتها تكون هكا وحنا زاده هذايا سيروم هذايا سيروم نستعملوه بعد الدوش هذايا له على شعر شايح برشا وله على شعر من يمين يعمل لي فيه كيراتين فيه نواه كوكو فيه زاد زيت اللان فهمتني طياره برشا ينحي الترشيق او ميم طون باه الشعر متقصف اون جينيرال معناتها واللي عندها معناتها الصبيغه وكل شيء كشعرها يبدا مهلوك وكل شيء طياره برشا يدراتي لها شعرها ويغذاها زاد اخترت اليوم باش نحكي على البوش اب خاطر برشا سالوني في الفيسبوك قالوا لي شنو هي البوش اب البوش اب هي معناتها تكبير ننفخ مناطق معينه صنو معناتها انت والبزوان نتاعك وين شنو تحب تكبر عندنا الكريم هذه ديجا باش نوريك اللون نتاعها اللون نتاعها اصفر خاطرها مصنوعه من الويل دو فينيغريك معناتها طياره برشا في فما دي بارتي معناتها من 15 جور الاولانيين تحس اللي فما ديفيرونس كبيره معناتها كي تستعملها نستعملوها في الليل تكبر او ميم طون تحسن تكستور نتاع الجلده تخليها مكبوسة تهز الفوق ميم حتى كي عملت لي الخدود نتاعك تهزو الفوق وتسمن
البلايص نلقاو فيها زاد البيبان دو فينيغريك زيت الفينيغريك باش يعاونوا بالكدا بالكدا مع بعضهم يعطوا في طياره. والويل دو سيزام الويل دي سيزام ديما هذا احسن حاجه خاطر يبيض ينحي ليتاج و ميم طون مع الفينيغريك الزوز كي تستعملوا مع بعضهم يسمنوا. فهمت ديما ننصح به. دونك هذه هي الباك نتاع البوش اب اللي تكبر فيها ثلاثه برودويات. زاد اخترت باش نحكي اليوم على جيل اونتي روماتيزمان. اي هذا الجيل هذا مصنوع من كلوديورو في العود القرنفل ومصنوع من الفلاي ومن لي زويل ليسونسييل كيما الكالاتوس كيما رومارين لانيس اللي هو بسبيس. فهمتني برشا دي زويل ليسونسييل الفي نتاعو طيار على الاخر ينحي الارتروز ينحي البرد في المفاصل. وكبيره الدبوزه وكبيره الدبوزه ديجا والبري نتاعها زاد رخيص على الاخر سونون كاليتي معناتها نخدموا ديما على البوفوار داشام تاع التونسي باش ينجم يشري معناتها فهمتني. دونك طياره برشا للوجاع في المفاصل والبرد هذه سورتو. وزاد اخترت باش نحكي على الباند بوش هذايا ينحي هذا الباند بوش ينحي لوجيه من الفم وينحي اكل الزبسي. يعطيك الصحه وينحي زاد كي يبدا تصير وزروس كي توجع وميم طون اكل الدم كي يبدا يجري معناتها كل شيء يوقف فهمتني ويقوي السنين معناتها اللي في نتاعو بالوقت ويخلي لك ديما فمك ريحته بنينه معناتها فيها كل شيء نجمع لي تكيف حاجه ولا معناتها طياره برشا هذا اللوجيه نتاع الفم. زاد اخترت اليوم باش نحكي على دو نوفو برودوي. عندنا هذايا السيروم هذايا طياره برشا هاو باش نحل لكم هذايا يستعملوه السيروم قبل الفون دو تان ريتو فاطمه. هذايا تستعملوا قبل الفون دو تان ولا قبل السيروم دو جور قبل ليكرون سولير دو تيل فاسون كي تستعملوا هو يغذي لك البوم تاعك او ميم طون يحميها من التجاعيد ويحميها من الماكياج معناتها باش يخلي تخاص باش ما يخليلكش لي بور دي لاتي تكبر معناتها كي تعمل فون دو تان واحد حتى من لي بور يتحلوا كل شيء. دونك كي تعمل السيروم هذا قبل الفون دو تان يعطيك الصحه الفون دو تان التكستور نتاعو تتحسن. وكان ايكرون زاد كيف كيف تري برشا بنات عندهم هكا تشقوق كي تعمل هكا تحسها شايحه ولا مشققه تحسها الفون دو تان هذا يخلي لك التكستور نتاع الفون دو تان نتاعك اكسيلونت. ويخليها باينه نورمال. هذه حاجه جديده باش ما خدمين هذه زيت شنو؟ فيها الباز باش نعطيك فيها فيتامين او وفيها الويل دو سيزام وفيها ديزويل اخرين معناتها قاعده انوفاسيون دونك هذه معناتها طياره برشا تستعمل في النهار كما وصيت قبل ليكرون وقبل فون دو تان تنحي التجاعيد تنحي لي تاش برون كونترول الترا فيولي معناتها تعاونك زاد تعاون ليكرون باش يحمي لك الشمس. اي تستعمله في الكونتور دو لوي ولا اي تستعملها حتى تحت عينك كل شيء افيكاس حتى قبل لونتي سيرون افيكاس على الاخر تنحي زاد لي سيرون تنحي التجاعيد تنحي لي تاش برون. احنا جبت وحده باش نتعاركوا عليها الدبوزه برا مازال تيست هذا جديد دونك خبيت مازال تيست هاكا اون اكسكلوزيفيتي ليكم انتوما دونك وعندنا هذايا زاد انوفاسيون سميناه فلور اكسير على اسم الماركه نتاع اونتي اج باغ اكسيلونس ميلونج نتاع الزيوت اللي تعملهم فلور اكسير الكل هيك عليه سميناه على اسم الماركه فهمتني. دونك هذايا في ريش اون كافي ينحي التجاعيد ليفتي يعمل اللي فيه ليفتون انتي اج باغ اكسيلونس يكبس لك جلدك ينحي ليتاج كل شيء فيه ديجا هكا تري في اللون يختلفوا على بعضهم. هذوك زوز خليهم زوز بيبسا نريق دونك هذا ينحي التجاعيد باغ اكسيلونس معناتها هذا كما قلنا يستعملوه في النهار اما بار كونتر السيروم هذا يستعملوه كان في الليل. دونك قبل لا ترقد دو بريفيرونس على لي سيغن على الوجه معناتها طياره برشا. تستعمل كريم دو نوي وفوق هذيك والا هو قبل الكريم دو نوي؟ ننصح بالكريم دو نوي الاول خاطر فيسا ما تعمل بينيتراسيون في الجلد. نحن لي كريم نتاعنا براتيكمون بي اتش نتاعها ديجا تعدت باكي بي اتش ايتيغال اسيد نوتر دونك والتكستور نتاعها كي تحط
ما تخليلكش جلدك لا تلمع لا مزيته لا حتى شيء. دو تيل فاسون في صافي ما تشبه الجلده. دونك من بعد تستعمل هذايا خاطر هذايا سو فورم دو سيروم يبقى شويه اما في صافي ما زاد ما يعمل بينيتراسيون. دونك نعملوا كريم من بعد هذايا. واللي يحب زاد باش البو ما تستنش خاطر عندها ذاكره ديما البو عندها ميموار ديما يبدل لها ديما يجيب لها حاجه جديده معناتها يا مره يغدر بالكريم الاولى مره وترجع سورتو في الباك نتاع البوش اب اللي يسمن اللي تحب توصل على ريزولتا باهي معناتها تخدم 15 جور ومن بعد توقف جمعه ومن بعد ترجع تعطي تجي تعمل لنا حصه على كيفيه استعمال البرودوي هذا ديجا اي باش الحصه الجايه ان شاء الله فاطمه باش نجي نعمل ابليكاسيون وميم طون باش نقول لهم في الباج فيسبوك نتاعنا نهار لحد هذايا ان شاء الله يتبعونا باش نعمل ديريكت باش نوري كيف يستعملوا لي برودوي وننصحهم اكثر خاطر ما خلطتش نجاوب الناس الكل لا بالتليفون لا بالفيسبوك الحمد لله دونك الحمد لله هذه دونك قلت قالوا لي برشا عامل لنا ديريكت باش نعمل لهم ديريكت باش نوريهم لي كريم نتاعنا كيفاه يستعملوهم كيفاه المراحل زاده كيفاه لازمك تغسل وجهك بالصابون ومن بعد تعمل قماج ومن بعد تابليك يعني الروتين كامل ما تجيش انت وجهك تعمله هكا باللي دي ماكيون احنا عندنا لي دي ماكيون نتاعنا باش نحكي عليه نوغيسون للبو معناتها ماكش باش تشري ريحه واو ريحه ناتوريل معناتها نخدموا نحنا سون بارفان سون كولورون معناتها الكونسيرفاتور زاده ناتوريل بيو نمشيو سولون لي نورم انترناسيونال دونك هذايا اللي دي ماكيون طياره برشا مش الهدف نتاعنا نحو مكياج كهو بار كونتر الهدف نتاعنا نغذيو البو ونحموها من التجاعيد. هي بعد المكياج تبدا الشيحه تزيد غاطي اغريسي بالمكياج هذاك. دونك لازمها حاجه الادوسي لابو الهيدرات فوالا. لازمها حاجه هكاك تدراتي ونحن ديما نخدموا انه باش نخلو نحمو فلوريكسير هي تخدم باش تحميك من التجاعيد تحميك من لي تاش برون اكثرها روايح اكثرها بارفانات واكثرها اللي تلقاهم ايوغ هذوما تلقى عندنا كان حاجه اكسيلونت معناتها تعطي لي زيفي افيكاس على الاخر بيو عندنا زاده لي ديكور هذايا زاده اباز دو ويل دو سيزان زاده يغذي الجلده اونتي اج معناتها حتى كي تستعمل يديك ولا تعمل بدنك الكل معناتها طياره على الاخر ما يخليهالكش مزيته ما تحسش روحك تتلبط ولا الفازات الكل يغذي لك البوم تاعك ويحسن التكستور نتاع الجلده الكوكي هذوما اللي من قدام هذوما كل دي ماسك ولا شنو؟ هذايا ماسك هذايا ماسك هذايا ماسك بالارجيل فيغت والبيتال دو روز هذايا يتخلط مع الجيرانيوم بودر تنحي لي بوا نواغ لي زاكني لي بوتون او ميم طون تسكر لي بور ديلاتي معناتها المسامات الواسعه معناتها تسكرها وتحميك معناتها ما تخليش لي زاكني تطلع لي بوا نواغ تتعمل مره برك مشاكل البشره تتعمل مره مرتين في الجمعه كهو الماسك هذايا يعطيك افي تحفونه لي زاكني عندنا زاده ماسك اخر بالارجيل روز معناتها طفل روز هذايا معناتها زاده كيف كيف يتخلط بالماء العطرشي ديما ننصح بالماء العطرشي خاطر الماء الويل دو جيران او فلورال نتاع جيرانيوم فيها الزيت الجيرانيوم العطرشيه فيها الزيت دونك اي حاجه فيها الزيت كونتيتي نتاع زيت كبيره دونك طياره برشا للجلده ديما نستعمل وهي سيكاتريزونت الماء نتاع العطرشيه ينحي لي سيكاتريس باهي فاطمه احنا هات نذكروا الناس انتم وين موجودين بالضبط الادريس تليفوناتكم باهي نحن موجودين في جرومبيليا على الكيس الرئيسي في ثنيه بن خالد مقابل شركه النقل جوست معناتها شركة النقل تبدا على يدك اليسار تمشي اخر كوان تاع شركة النقل تتلفت على يدك اليمين تلقانا مقابلينك معناتها تليفوناتكم تليفوناتنا عندك 27 080 105 هذاك حافظته دابا وعندك 23 938 468 23 938 468 وعندك 31 530 620 باهي بربي باش نقول حاجه باش ما ننساهاش نحن نعملوا ليفريزون ا دوميسيل دونك عاملين اوفر معناتها اللي ياخذ باك اكثر من هو في نحن الاسواق نتاعنا ياسر رخاص فهمتني دونك اللي ياخذ باك اكثر من 100 دينار نوصلوا لنا نحن نعملوا له ليفريزون غراتويت معناتها توصل لك الباب دارك ما غير لا تدفع عليها حتى شيء ما غير لا تتعب ما غير حتى شيء دونك هذا الاوفر حد اخر فان ديسمبر اللي يحب يعدي كوموند سنو تلقونا على الباج فلوريكسير معناتها الباج فيسبوك اللي حاشو
باي حاجه معناتها ينجم يتصل بنا في الميسنجر معناتها الباج فلور اكسير ولا على الانستغرام فلور اكسير والديريكت اللي باش تعمله في الفيسبوك ولا في الانستغرام؟ في الفيسبوك مبدئيا مانيش مستانسه اول مره باش نعمل ديريكت حتى نسبه التيلي تو سي بون سي بون دونك ميرسي فاطمه عايش كان مازال عندك كلمه اخرى تحب تزيدها لا لي باش نقول جوست تهناو راهو لي برودوي نتاعنا بيو اون ميم طون اسوري وهاو كان اللي ما يتحصلش علينا بالتليفون ينجم يبعث لنا بعد نهار نهارين يرجع يكلمنا خاطر ما نجموش نجاوبوا على التليفونات الكل فرد نهار دونك هو يرجع يكلمنا بعد نهارين يفكرنا به ونحن نجاوبوه افيك بليزير ومرحبا بكم الناس الكل ميرسي بوكو فاطمه اسوير هي مديره البروجي هذا اللي هو فلور اكسير ما تنساوش تدخلوا على باج فيسبوك باج انستغرام فلوريكسير باش تعرفوا اكثر معلومات نخرجوا فاصل ومن بعد نرجعوا